مش حد غريب، واحنا بنقول الكلام ده لكل الناس ويوصل كمان لشعب دمياط بالكامل. ده جانب اخر ماشيين فيه على التوازي، وهو انشاء الشركه. خلال ايام ان شاء الله هيتم انشاء الشركه. الثلاث جهات اللي هم محافظه دمياط واسف وهيئه الاستثمار والبنك الاستثمار القومي بيشتغلوا على اعداد الميزانيات، ومجلس اداره كل جهه منهم محتاج يوافق. فانا برضو بطرح على حضرتك يا استاذ ليو فايز، ده من ضمن البنود، بطرح على المجلس الموقر الموافقه على انشاء شركه تمثل فيها المحافظه على الاقل بحصتها في الارض. وبالمناسبه احنا جبنا هيئه الخدمات الحكوميه عملت تقييم عادل لقيمه الارض. طبعا الشركاء التانيين شايفين ان القيمه دي غاليه جدا، طبعا دي حاجه كويسه بالنسبه لنا.